صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في بداية البرنامج أرحب بفريق الإعداد هيئة الصحة في دبي، ومن نور دبي بتكون معنا اليوم في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا المري، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا نمر محمد. وبكون معاكم أعزائي المستمعين خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة العلي. في حلقتنا لليوم بنتناول الكثير من الفقرات الشيقة والمفيدة، وبنتناول في البداية آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عنا فقرة مفصلة عن العادات الغذائية الضارة بالمعدة، وفي فقرتنا الأخيرة لليوم بنتكلم وبندردش مع الدكتورة هند العوضي حول كيفية جعل عملنا أكثر سهولة في رمضان. مثل ما تعودتوا دائما برنامج صحة وسعادة يبدأ البرنامج كل يوم مع خبر أو دراسة علمية أو عالمية. اليوم خبرنا يقول البرقوق لعظام قوية ومتينة. يشير خبراء التغذية بشكل دائم إلى أهمية الحفاظ على صحة العظام وقوتها لضمان أسلوب حياة نشطة بعيد عن الأمراض والانتكاسات المستمرة، ما يعتبر الداعم الأساسي لصحة الهيكل العظمي. وبحسب مركز جونز هوبكنز الطبي، يبدأ جسم الإنسان مع التقدم بالعمر في فقدان عدد أكبر من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام اللي يمكن أن تؤدي إلى كسور مع التقدم في العمر. ويعتبر البرقوق مصدرا للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين كي، ما يمكن أن يدعم صحة العظام عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل فقدانها. ويعد تناول 5 حبات من البرقوق في اليوم مقطعة أو مع اللبن أو الشوفان أو الحبوب أو السلطة قد يساعد على ضمان صحة الهيكل العظمي. أعزائي المستمعين، اليوم نحن الصبح كنا في نقاش في المكتب، احنا نقول ان البرقوق على كثر ما هاي الفاكهة مفيدة، بس انا استغربت من الاسم، لان الاسم المتداول عندنا نحن في الامارات مختلف، ما نقول له برقوق الصراحة، ولكن معد البرنامج يخالفني الرأي، يقول الاسم اللي نحن نقوله عندنا في البلاد مو بالاسم الصح وما يستوي أقوله. فأنا قلت أشارككم اليوم الخبر وخليكم تبحثون شوي في محرك البحث عن البرقوق وتشاركوني يعني آراءكم. أنتوا شو تذكرون البرقوق عندكم؟ أبا أعرف الفاكهة هاي عندكم في البيت شو تذكرونها، لأن نحن ما نقول لها برقوق الصراحة، ولكن لها فوائد كثيرة من خبرنا لليوم. فحبيت أشارككم هذا الاستفسار. تقدرون تطرشون الرسائل على الرقم 600 أو تتصلون على 600551414، وتقدرون أيضا أنكم تشاركونا عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 4006. خلوني أعرف البرقوق عندكم شو تذكرونه. وبهذا أعزائي المستمعين بننتقل لفقرة السوشيال ميديا، الفقرة الإيجابية والحيوية في برنامج صحة وسعادة، وتكون فيها معنا زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا وبتدردش معنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو هي آخر المستجدات عندك في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن نحب نذكر الجمهور بترشح نموذج دبي الرقمي المشترك للفوز بجائزة وزز العالمية، ويمكن للجمهور دعم ملف هيئة الصحة من خلال التصويت
على الرابط مثل ما نقول نموذج قام يعني حقق الترابط الكبير بين الأنظمة الإلكترونية في القطاع الطبي كامل سواء كان العام والخاص. وهذا كان يبين بشكل كبير خلال أيضا فترة كوفيد 19 أنه يوفر بيانات دقيقة ولحظية لأصحاب القرار كذلك. فكان ده يعني صراحة شوف من المشاريع اللي فعلا مميزة، ونتمنى من الجمهور أنه يدعم مشروع هيئة الصحة من خلال الرابط اللي نحن حاطينه في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر الجمهور قبل ما يطلعوا من دواماتهم أن يحرصون على كسر الروتين في عطلة نهاية الأسبوع، ونتمنى منهم يسوون أي نشاط ما يتعلق بالعمل. طبعا الطلبة اللي عندهم امتحانات فاينل ننصحهم أن يذاكرون في الويكند، وحتى اللي يشتغلون ويدرسون ننصحهم أن يذاكرون في الويكند في هالفترة، اللي عنده امتحانات فاينل واللي ما عنده يعني سعيد الحظ. وني أيضا مجموعة من الأشياء الثانية اللي كنا حاطينها ما زلنا نقدم نصائح الخاصة بالمرأة خلال بيكون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا لأن نحن الحفل أو ممكن عندنا حفل خاص للمرأة بيكون يوم الاثنين في فعالية كبيرة بنغطيها إن شاء الله، ونتكلم عنها يوم الاثنين المقبل أو ممكن اليوم. أتوقع أن الدكتورة هند بتكون ويانا بتكلمنا أكثر عن هذه الفعالية. وإني عند رسالتنا الصباحية اللي تقول رسالة الجمعة الإيجابية: العمل المتراكم يزيد من الضغوط النفسية، احرص على الانتهاء منه قبل عطلة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونقول لكم نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لزميلتي أسماء الجناحي، واتمنى لك الصحة والسعادة. سمعين الأعزاء، في ناس شاركوا معنا عبر الرسائل النصية القصيرة اللي رقمها 585. أمل مغربي تقول إنهم يسمون البرقوق عندهم الجوجة، هذا اسم جديد بعد. نمر شو تسمونه عندكم؟ شاركني. برقوق؟ أوه في حد طلع يقول له برقوق. اليوم الصراحة هاي الفاكهة المفيدة لازم أعرف كلكم شو تذكرونها، أبي أعرف يعني الناس شو تذكر هالفاكهة اللي مفيدة لصحة العظام. براك؟ مخرجنا نمر وميرا المري يقولون بعد يذكرونها. براك شو هالفاكهة اللي ها أكثر من اسم ما شاء الله. ما أسمعك نمر عدل. براك؟ دراق. هي دراق. اوكي انا اقول براق بعد، هذا اسم غريب. دراق سوري نمر ما كنت اسمعك. اعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحه وسعاده، خلوكم معنا. صحه وسعاده. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، والرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما أدخل في فقرة التغذية، في بداية البرنامج اليوم كان خبرنا عن البرقوق وفوائده الكثيرة لهشاشة العظام، وخطر في بالي أسأل المستمعين شو يسمون البرقوق عندهم يعني في لغتهم، أو الناس شو تسمي، لأن أنا بصراحة ما أسمي برقوق فأبا أعرف الناس شو تسمي. فأحد يعني أحد الأصدقاء عندي قالت لي نسميه مشمش، وتقول يعني أن هذا الاسم عندنا في الإذاعة نمر قال دراق. أحد المستمعين واحدة من السمعات قالت يسمونه عندهم الجوجة، هاي فاكهة يعني لو تسوون سيرتش في جوجل باسم البرقوق بتطلع لكم الفاكهة، وايد مفيدة. فنشوف شو تسمونه. فأحد المستمعين بعد أيضا يقول أن نسميه في البيت جوجة، وشخصيا أحب اللون الأسود لأنه طري وفي سكر أكثر. صراحة حبيت مشاركتكم معنا، وبعدنا منخلي هالسؤال مفتوح لنهاية الحلقة، شو تسمون فاكهة البرقوق عندكم في البيت؟ خلونا نعرف، وعشان أنتوا بعد تستفيدون من فوائد هذه الفاكهة.
أعزائي المستمعين، اليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن عادات غذائية تضر المعدة، ومثل ما نعرف تتأثر المعدة أكثر من أي عضو أو جهاز آخر في الجسم بما نأكله، يعني بالشيء اللي نأكله ونشربه. وطبيعة الحال تتضرر المعدة أولا بأنماط وعادات غذائية غير سليمة. وطبعا لأهمية هذا الموضوع استضفنا اليوم معنا الأستاذة عفرة القطان، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور والسرور، حالك أختي؟ الحمد لله، شخبارك؟ جمعة طيبة عليك بعد. الحمد لله رب العالمين. تمام، موضوعنا اليوم راح نتكلم عن العادات الغذائية اللي تضر المعدة. شو هي العادات الغذائية الغير سليمة، سواء كانت طريقة الأكل أو نوعيتها. نتكلم بشكل أول شيء مبسط عن المعدة. نعرف أنها هي من أعضاء الجهاز الهضمي بشكل خاص، وهي رغم أن وظيفتها إذا نشوفها نحن بسيطة، إلا أنها تتعرض لضرر وبالتالي راح تضر الجسم كامل. وظيفة المعدة نأخذها بشكل مبسط، هي خلط الغذاء مكونة مادة واحدة شبيهة بالسائل، لكن عملية الهضم ما تتم بأي سهولة. في عدة عوامل ترهق المعدة أثناء الهضم، فيشعر صاحبها بالخمول وبعض الآلام. نبدأ أولا بطريقة الأكل أو العادات الغذائية الغير سليمة. أولا طريقة الأكل، أبرز العوامل تتمثل في عدم المضغ الجيد للطعام والأكل السريع، اللي هي تعد أهم العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، اللي هو تناول الطعام عند زيادة الوزن وأيضا الإصابة بالسمنة. خلينا نوضح شوي هاي الأضرار. أولا زيادة خطر الإصابة بالسمنة، فالسمنة يعني ما تنتج فقط عن سوء التغذية أو إن قلة النشاط البدني أو حتى نقص الإرادة. في دراسة نشرت في مجلة الإيجي باسيفيك جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن عام 2019 إن الأكل السريع يزيد خطر حدوث السمنة عبر تأثيره في زيادة كتلة الدهون الحشوية الموجودة في منطقة البطن. وفي دراسة أيضا أجريت في الصين عام 2018 على 50,000 طالب بين العمر 7 و 17 سنة، درسوا مدى تأثير الأكل السريع عليهم. وجدوا أن الطلاب اللي كانوا يأكلون بسرعة عالية كانت نسبة السمنة بينهم عالية، وأيضا ارتبطت سرعة الأكل بشكل إيجابي بتراكم الدهون في منطقة البطن وزيادة نسبة الخصر إلى الورك. نعم. فالجهاز العصبي عندنا نحن رب العالمين خلقه يحتاج إلى 20 دقيقة حتى يدرك أن المعدة ممتلئة. لين ذلك ولين ذاك الوقت، يعني الشخص خاصة اللي يأكل بسرعة أو يكون عنده إفراط في الأكل، بيكون تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية تفوق احتياجاته. فهاي بعض من العادات الغذائية اللي تخص طريقة الأكل. أيضا نوعية الأكل أيضا لها ضرر، أو هي عادات أيضا تضر بالمعدة. إذا أخذنا أيضا مثلا هاي مجموعة الأشخاص اللي تتناول مجموعة محددة من الأطعمة، النظام الغذائي لازم يكون مثل ما نقول متنوع. النظام الغذائي يستقر في التنوع في الأطعمة يؤدي إلى شو؟ فقدان تنوع بكتيريا الأمعاء. نحن مثل ما نعرف أن الأمعاء موجودة فيها بكتيريا نافعة، هاي البكتيريا النافعة لها عدة فوائد في الجسم، وهاي الأمعاء تؤدي وظيفتها على أكمل وجه لما يكون في تنوع بكتيري مثالي. أي خلل في هذا التوازن راح يتسبب في شو؟ في أمراض مزمنة، التهابات مثل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن والسمنة. نأخذ أبسط مثال، الأشخاص اللي يعني حميتهم تفتقر للألياف أو ما يأكلون الخضروات أو الفواكه، لأن الألياف هي عنصر أساسي في جميع الأنظمة الغذائية لو لاحظناها لعدة أسباب، أقلها أنها أولاً تمنع الإصابة بالإنفاق، وخصوصاً الألياف القابلة للذوبان هي النوع اللي يذوب في الماء، وهذا النوع يكون مادة هلامية داخل الأمعاء تساعد في إخراج الفضلات كرمكم الله. هاي أيضاً الألياف تتحلل بواسطة البكتيريا النافعة المنتجة اللي هي أيضاً تدعم جدار الأمعاء، وفي الوقت نفسه تعمل عمل البريبيوتك. شو معناه البريبيوتيك بشكل مبسط؟ البريبيوتيك هي ألياف نباتية طبيعية تتغذى عليها البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، يعني هاي تكون غذاء للبكتيريا الموجودة عندنا في المعدة.
لما تنمو هاي البكتيريا بأعداد كبيرة بالتالي تزداد نسبة البكتيريا المفيدة إلى نسبة الضارة في الأمعاء، وهذا بشكل عام بدوره يحسن صحة الجسم كاملة. أنصحك بس بعض العادات عن طريقة الأكل أو نوعيته. إنزين، شو أضرار هاي العادات الغير سليمة؟ هل لها أضرار على المعدة أو هل لها أضرار على صحتنا بشكل عام؟ نعم، يؤثر، هذا كله طبعا يؤثر علينا بشكل عام، فالإفراط في الأكل يؤثر على الصحة بطرق مختلفة، يا تكون التأثيرات قصيرة الأجل لكن مع الاستمرار يمكن أن تتحول إلى آثار طويلة الأمد على الصحة. نأخذ أبسط مثال اللي هي حرقة المعدة اللي هي تتضمن عملية الهضم إنتاج الجسم للحمض، لكن لما تكون المعدة يعني مليانة مثل ما نقول هذا الحمض عادي يخرج إلى وين؟ منطقة المريء، راح يسبب شو؟ حرقة المعدة. إذن هاي من أي مثلا عادات الغير سليمة أو غير صحية، إنه لما الأشخاص يأكلون قبل النوم مثلا يتعشون أكلات دسمة وعلى طول يرقدون، خاصة راح نشوف هذا الشيء في رمضان وجبة السحور، راح تكون بعض الأشخاص يركزون على هاي الوجبات السريعة المقاضي، عقب دائما يشتكون من شو؟ من حرقة المعدة أو الارتجاع في المنسلي. هاي بعض التأثيرات قصيرة الأجل، لكن إذا خذنا أن هاي التأثيرات يمكن تتحول إلى القولون، يمكن تتحول إلى ارتخاء في عضلات المعدة، وكلها راح تأثر بشكل سلبي على المعدة أو على الجسم. أيضا عندنا مثال آخر، تناول السكريات بشكل كبير يشجع نمو البكتيريا السيئة بالأمعاء أو البكتيريا الغير مفيدة، وراح يقلل نسبة البكتيريا النافعة، وهذا راح يؤدي إلى شو؟ خلل أو عدم التوازن البكتيري، هذا راح يأثر على بشكل سلبي على عملية التمثيل الغذائي للجسم، وعندنا أيضا من فرصة حدوث التهابات المعدة. إنزين، هل في عندنا مثلا قواعد نتبعها أو إرشادات أو خطوات نحاول نعدل فيها أو نحسن عادات الأكل عندنا؟ هيك في النهاية كيف نحسن هاي العادات؟ عندنا قواعد محددة حددنا إياها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية من خلال 3 خطوات بسيطة. لما يتعلق الأمر بالأكل عندنا عادات بعضها جيد وبعضها ليس جيد بشكل عام، رغم أن العديد من هاي العادات تنشأ من خلال شو؟ مرحلة الطفولة، الطفل يتعلم من الأم والأبو. نعم. ولا لا، وهذا الشيء يكبر ويانا نحن، لكن هذا الشيء مو معناته ان الوقت فات لتغييرها، نقدر نغير هاي العادات ونقدر نحسنها بعادات غذائيه بشكل دائم نتبع منهج مدروس من خلال 3 خطوات: التفكير، الاستبدال، والتأثير. خلونا نوضح شوي هاي الخطوات 3. اولا نفكر في جميع العادات الغذائيه اللي عندنا سواء كانت جيده او سيئه، وشو هي المحفزات الشائعة للأكل الغير صحي؟ نستبدلها بعادات غذائية هاي الغير صحية بأخرى صحية. شو معناتها؟ نفكر أولاً بوضع عادات تناول الأكل، نحط لسة قائمة اللي هي تؤدي إلى الإفراط في الأكل. مثلاً شو؟ لما نتناول الطعام بشكل سريع هذا يأثر علينا ويأثر في الإفراط في تناول الأكل اللي يأثر على السمنة، وناكل رغم عدم الشعور بالجوع اللي هو شو؟ لما نشعر بالملل أو نحس بالملل على طول وين نصير؟ ثلاجة، نفتح الثلاجة ونأكل، صح ولا لا؟ أكيد. إنزين، الخطوة الثالثة اللي هي بعض أيضا المحفزات عنا لما نتخطى بعض الوجبات الرئيسية، يعني ما نتريق أو ما نتغدى لكن ناكل وجبة عشاء كبيرة دسمة، فنقول هذا تعويض عن الغداء والعشاء. لا، هذا غلط، هاي كلها محفزات تناول الطعام يعني تأثر علينا. إنزين، فهاي من المحفزات مثلا اللي تأثر على الإفراط. إنزين، هني أنا أسأل نفسي هل في شيء أقدر أسويه أسبب أتجنب هاي المحفزات؟ إنزين، وإذا ما قدرت أتجنبها هل أقدر أسوي الشيء بطريقة مختلفة يكون أكثر صحية؟ إنزين، هاي راح ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الاستبدال، نستبدل العادات الغير صحية بأخرى صحية. على سبيل المثال
لما نفكر في عادات غذائية أنت اكتشفت أنك تأكل بسرعة يوم تكون بروحك. إذن شو الخطوة اللي تقدر تسويها؟ تقدر على الأقل تبدأ أنك تشارك وجبة واحدة في الأسبوع مع زميلك يوميا أو حد من أفراد العائلة، ونقلل من عوامل التشتيت. مثلا الأشخاص اللي يفتحون التلفزيون يحطون الأكل ويلا يأكلون بدون شعور، أنت راح تأكل كميات كبيرة من الوجبة من الأكلات. هاي كلها مشتتات نسميها، تمنعك من الانتباه لكمية الأكل اللي راح تأكلها، صح ولا لا؟ بالتأكيد. تفضل أختي. لا أقول لك بالتأكيد دكتورة هالكلام صحيح. وهذا كله نسويه في حياتنا اليومية ترى، ونحن مو بحاسين في هاي الأشياء إنها تأثر بشكل سلبي علينا، وإنها أصلا من العادات الغير سليمة. أيضا في آخر خطوة اللي هي التعزيز، خطوة تعزز، نعزز عاداتنا الصحية الجديدة ونكون صبورين مع أنفسنا. ما في أي شيء يسوي بين يوم وليلة مثل ما نقول، يعني هاي العادات تأخذ وقت طويل تتطور. لما تحب لما يعني تشوف نفسك في عادات غير صحية وقف على طول، وقف واسأل نفسك أنا ليش سويت ومتى بديت وشو هي التغييرات اللي أنا أحتاجها في حياتي بس أغيرها للأفضل. ودائما أكرر هذه النصيحة، لأحرص على مثل ما نقول عدم توبيخ نفسك أو الاعتقاد أن خطأ واحد يضر بالعادات الصحية ليوم كامل. دائما أشوف هالشيء، خلاص أنا أكلت اليوم مثلا بعرفي خلاص ما أقلاتهم بخربها على العشاء بخربها على لا أكلت الباكر ما عليه، كمل على العشاء وجبة صحية، كمل يومك يوم صحي. هذا مو معناته أن توبيخ النفس وأن خطأ واحد خلاص راح يدمر العادات الصحية ليوم كامل. في النهاية جميعنا بشر يعني، وما نقدر يعني صح، لازم يكون فيه اعتدال أو توازن. فهاي بس بعض النصائح بشكل عام للعادات الغذائية اللي افترضنا إياها. نعم دكتور، يعني أستاذة عفرة أيضا إحنا بهاي العادات نقدر نقول غذائية والطرق اللي عطيتينا إياها ممكن أيضا نستعد لي يعني لرمضان، يعني دكتورة لو نصيحة تقدمينها في هذا المجال. بس نصيحة بسيطة، إن على وجبة الفطور ما نطيح بالأكل مثل ما نقول، نبدأ بأشياء بسيطة وما نرهق المعدة بالسكريات أو العصائر اللي حلها. نبدأ بسنة الرسول، تمر شوربة، نروح نصلي ونرج، تكون وجباتنا خفيفة متقطعة خلال اليوم. وأهم شيء وجبة السحور ما تكون وجبات دسمة تكون عالية بالصوديوم أو الأملاح، تبقى نحس بالشبع أو بحموضة المعدة أثناء فترة الصيام، وهذا الشيء رح يتأذنك أكثر. طيب بس العادات أو مثلا نصايح بسيطة يعني نحاول نتبعها. نعم بالتأكيد. طبعا أستاذة عفرة القطان أخصائية التغذية السريرية بهيئة صحة دبي، مشكورة على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا حول العادات الغذائية اللي تضر المعدة. شكرا لك. وحياكم الله. مع السلامة. أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نستكمل فقرات صحة وسعادة تريون. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نستعد أعزائي المستمعين لملابس رمضان، للأكل في رمضان، وبعد لازم نستعد للعمل في رمضان. كيف ممكن نضع خطة؟ كيف ممكن يكون العمل أكثر نشاط وحيوية؟ نحن في برنامج صحة وسعادة بدينا بسلسلة من يعني النصايح على مستوى كبير بما يخص شهر رمضان بخصوص السكري، بخصوص ضغط الدم. كل هذه المواضيع إن شاء الله بنتناولها الأسبوع القادم. موضوعنا لليوم بيكون حول كيف نجعل العمل أكثر سهولة في رمضان، وبتكون معنا دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسعادة آمنة، وصبح على جميع المستمعين. يا هلا فيك. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم مقدما. أهلا بك دكتورة ورمضان كريم، وإن شاء الله
نستضيفك أكثر في رمضان دكتورة، غطى عنا هالفترة، نحن سعيدين بتواجدك مرة ثانية ويانا. وأنا أسعد يا أمنا، اشتقت لكم. شكرا لك دكتورة. دكتورة هند، قبل ما نبدأ الحلقة اليوم أنا بأختم على موضوع بديته في بداية البرنامج. في فاكهة معينة اسمها البرقوق، لها فوائد كثيرة من بينها فوائدها يعني للعظام، فكان هذا خبرنا اليوم في بداية الحلقة. فكثير من المستمعين قالوا لي أسامي كثيرة لهاي الفاكهة، يعني هم شوي يطلقون عليها لأن احنا ما نسميها برقوق، يعني بالعربية الفصحى اسمها برقوق. فأبا أعرف دكتورة أنت شو تسمين هالفاكهة؟ والله أنا أسمي الخوخ يا أمنا، فما أدري يعني. أنت بتيم الخوخ، أوكي خلاص. أنا أقولكم إن جوابي كان إن هالفاكهة نحن نسميها خوخ الصراحة. إيه. بس الكثير جادلوني قالوا هاي لا مو بخوخ أصلا، ما يستوي تقولين إن هذا خوخ. ولكن سبحان الله في أشياء يعني نحن منكم متعودين عليها، كبرنا ونحن نقول لها الفاكهة خوخ واسمها برقوق، تخيلي. يبان لنا نتعود عليها يا أمنا. هي دكتورة يعني بحث بسيط عرفت أن حتى هاي الفاكهة وايد مفيدة للشعر ولل يعني وايد وايد أشياء. هو خبر كان حق العظام. بعد هي من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمياه، فحلو إن الواحد يأخذها بعد وقت السحور في رمضان، وما إحنا نتكلم إحنا عن رمضان. بالتأكيد. فهي تعتبر من الفواكه الغنية بالمياه بعد، فإحنا نقدر نضيفها في جدولنا في سحور رمضان. نعم دكتورة، نرجع لمحور حديثنا اليوم، تكلمنا يعني بداية حبينا نعرف قبل ما ندخل، مثل ما الناس أقولهم يجهزون حق الثياب ويجهزون حق الأكل ويجهزون زينة البيت، مو المفروض نخطط حق كيف نحن بنستقبل شهر رمضان، يعني سواء بالعمل المرن أو عن بعد أو في المكتب، كيف ممكن نخطط ليوم يعني ننتج فيه أكثر وفي المقابل أيضا يعني ما نكون استهلكنا أنفسنا وطاقتنا. طبعا أول شيء لازم إحنا نغير الفكرة المعتادة إن إحنا في رمضان ما نقدر نشتغل، ما بنقدر نركز، خلاص يعني ما لنا بارض حتى نسوي أي شيء في إبداع وفي ابتكار، بس عطونا الشغل الروتيني وبنخلصه، وإذا خلصنا بعد زين. فأول شيء إحنا نغير شوي هذا الكونسبت المعتاد، يعني فنقول إن بالعكس شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور اللي أنت ممكن تنتج فيها، بحكم أنك أنت ساعات الصيام هذه تعتبر حسب كل الدراسات اللي تقول أن الصيام يفيد الجسم ويزيد التركيز وأيضا يزيد من صحة جسمك. فالصيام في رمضان مش أنه هو بيقلل من طاقتك ويقلل من استيعابك وتركيزك، بالعكس هو ممكن يحسن ويحسن من جودة إنتاجيتك، وأيضا أنت تقدر تستغل هذا الشهر أنك تحط جدول وتقرر بعض الأشياء اللي أنت بتسويها في مقر عملك. طبعا أنا أول شيء قبل ما ندخل الشهر الفضيل في أشياء يعني أنا شخصيا حتى أجربها على نفسي، أنا أعتبر نفسي من شاربي قهوة، هذه أهم الأشياء النصائح اللي أنا أنصح فيها الجميع، أن قبل ما تدخلون هذا الشهر الفضيل جهزوا لنفسكم جدول عشان شرب القهوة، هذه الانقطاع عنها في أول أسبوع من رمضان يكون مزعج، وخصوصا للي متعودين يأخذونها أول الصبح. فما أعرف أمنا قلت أن اللي قاعد أسوي وأجربه على نفسي فايف. أكيد دكتورة، أنا أتذكر العام في نفس هالوقت كنتي صدق بادية قبل بأسبوع، قلت دكتورة وين القهوة اليوم، تقولي لي لا أمنا خلاص، يعني أنا قمت أقلل من القهوة قبل رمضان يعني بفترة، فأكيد أنه بنعرف منك دكتورة أكثر. يعني اللي أنا أسويه من قبل ما ندخل أسبوعين من رمضان أأجل موعد القهوة الصباحية، إذا أنا متعودة أخذها 7:30 أبدأ أخذها 8:30، ثاني يوم أبدأ أخذها 9:30 وهكذا، لين ما نوصل إلى الوقت القهوة تكون في وقتها المسائي، وبهاي الطريقة أنا أخفف من احتياجي والصداع اللي يجينا إذا إحنا ما كنا ماخذين قهوة الصباح، وأعوض عن الصبح يعني وما أخذ قهوتي أكثر من شرب المياه عشان أعود جسمي على أنه يبدأ صباحه وروتينه اليومي بدون القهوة الصباحية هذه. فأنا يعني اليوم مثلا ما باخذ قهوتي لين الساعة 2:30، وإن شاء الله كل يوم قاعدة أخرها نص ساعة زيادة.
فأنا بالنسبة لي هاي الطريقة جدا ناجحة، صار لسنين أجربها. فأول يوم رمضان تشوفيني بالعكس أكون في كامل نشاطي، كامل فعلي، والمزاج يكون جدا عالي وجدا جميل أيضا. فاللي حاب يبدأ بعد عندنا أسبوع قبل رمضان، إحنا نقدر نبدأ ونبدأ نخفف من القهوة الصباحية، وحتى شربي الشاي أيضا بعد نفس الشيء. يقدرون يبدأون يخففون من أخذهم، يعني فريق الشاي دكتورة وفريق القهوة اثنيناتكم لازم تخففون، مو باللي يشربون شاي ما يسوون نفسنا. بالضبط، يعني لأن بعد الشاي يحتوي على كمية قليلة من الكافيين، بعد هو بيسوي لهم الصداع هذا اللي يحوشهم أول أيام رمضان. فهم بعد إحنا ننصحهم أن يبدأون يخففون من روتينهم الصباحي هذا ويحولون لروتين العصر أو الليل. نعم طبعاً، هذه بالنسبة لي قبل بداية رمضان. أثناء الشهر الفضيل وايد مهم أنك أنت تحفظ أن غذائك يكون صحي ومليء بالأشياء اللي أنت تحتاجها بالألياف والمعادن والسوائل اللي أنت تحتاجها عشان تقدر تكمل اليوم الثاني بكل صحة ونشاط، وخصوصاً وجبة السحور هذه أحرص أنك أنت تحتوي على أشياء ما تسبب لك العطش الزايد، احرص على تكون فيها أشياء تعطيك الإحساس بالشبع لفترات طويلة، وبعد احرص أنك أنت تحصل على ساعات كافية من النوم عشان أنت ثاني يوم لما تروح لدوامك ولمكتبك تكون في كامل صحتك وعافيتك، وما تكون تعاني من قلة النوم. إحنا كلنا نعرف آمنة في رمضان الكل يسهر، فنحاول أن إحنا ما نبالغ في السهر، نحاول ان احنا نحصل على قسط كافي من النوم والراحة عشان نقدر احنا ثاني يوم نروح الدوام واحنا ما عندنا هذا الاحساس بالتعب والارهاق. نعم دكتورة، ايضا شعور الشخص لازم يكون دائما دكتورة ان انا يعني الصبح اذا نحن سايرين الدوام حتى في رمضان يعني على الاقل نكون ممتنين لهذا العمل، ان انا اكون ممتنة ان انا على الاقل عندي عمل، مو اذا نشيتي بتذمر وبيعني احباط بتحسين ان يا ربي ليش رايحة الدوام وحين رمضان وشي. فأحس أيضا شعور الشخص يعني مهم جدا، يعني إنه هو شو يشعر من الداخل. طبعا هذا شيء أكيد، لأنك أنت تعكس تفكيرك الداخلي. أكيد إذا أنت قمت الصبح وأنت تتحرطم وبعيبنك الوضع بيكمل هذا الشعور معاك لآخر اليوم، لكن إذا أنت استيقظت الصبح وحمدت الله أنك أولا في صحتك وعافيتك وعندك وظيفتك آمنة وبيئة عملك جميلة، بالعكس بتشوف نفسك طول اليوم أنت تحس بالسعادة والإيجابية هذه. فاللي إحنا نفكر فيه يعكس على حياتنا ويعكس على تصرفاتنا وأيضا يعكس على مزاجنا في هذا اليوم، وعادي جدا أن هذا المزاج الجيد أو السيء يستمر أيام بعد عامنا، ويشوف في النهاية أنه استوى عند رذم أني أنا دائما أكون في مزاج مش زين، أنا مو بعجبني أي شيء، أنا مو براضي بأي شيء، مع أن لو يفكر فيها عدد النعم اللي احنا عندنا إياها أكثر بكثير من الأشياء اللي هو يقول أنه ما عنده إياه. وساعات إحنا نبالغ بعد عامنا، نعم نبالغ في تفكيرنا ونضخم الأمور وكل شيء نظر عشرة. نعم دكتورة، أيضا أحب الناس اللي دائما ممتنة ودائما تشكر سواء لو بطريقة بسيطة. يعني أحد المستمعين الحين بعث لنا رسالة لازم أقراها قبل ما يروح، يمكن ما يسمعنا نقرأ رسالته. يقول: تعجز الأنامل في البدء بالتعبير عن خلص الامتنان والشكر لطاقم طب الأورام في مستشفى دبي، تغادر زوجتي مستشفى دبي وملؤها الفرحة، أما أنا فلازلت غير مصدق أنني استطعت العلاج في بلادي. أبو علي من رأس الخيمة، أبو علي شكرا على هاي الرسالة يعني الجميلة في هذا اليوم الجميل، والله يتمم على زوجتك يا رب يعني الصحة والعافية. يعني دكتورة كم تسوى هالرسالة اللي نحن بنرسلها بدورنا لمستشفى دبي عن امتنان هذا الشخص لشفاء زوجته، يعني الحمد لله في مستشفى دبي. بالضبط، يعني احنا حتى هذا الابروش هذا التوجه هذا احنا لازم نطبقه على جميع الاشخاص الموجودين في حياتنا. كلمة بسيطة تأثر، ترى كلمة شكرا، كلمة يعطيك العافية، ما تقصر، محتاج شيء، أنا أقدر أساعدك بشيء، حتى لو كلمة بسيطة تحسس الأشخاص اللي حوالينك وخصوصا الأشخاص المقربين لك أن وجودهم مهم في الحياة، أن في حد
موجود معهم، في حد يسأل عنهم، يطمن عليهم، يحاتيهم. هاي الأشياء البسيطة اللي احنا ساعات يعني نستكثرها، نستكثر كلمة شكرا، نستكثر كلمة لو سمحت، بس هاي ترى لها أثر كبير على نفوس الأشخاص. احنا نقول ما نكون بخلاء في عواطفنا، وإن احنا نقول عواطفنا ومشاعرنا للأشخاص اللي حوالينا، وخصوصا الأشخاص اللي احنا نكلهم هاي المشاعر الحب والمودة. نعم بالتأكيد دكتورة. إذا قلنا مثل ما ذكرتي في البداية، هي خطوات يعني نقدر نقول بسيطة، ممكن يعني تخلينا نحن يعني نبدأ شهر رمضان في العمل بأكثر نشاط وحيوية. هل هناك دكتورة نصائح أخرى حابة تقدمينها للمستمعين؟ يعني من واقع يعني عملي، أنا أخبركم اللي أنا قاعدة أسوي. أول ما أوصل المكتب أبدأ بالشيء الكبير اللي يبغى التركيز الأكبر مني، لأني لما أوصل المكتب أول شيء أكون في كامل طاقتي وأكون جاهزة للعمل وشي، فأنا أبدأ بهذا الشيء، وبعدين أنتقل للمهام الأصغر أو اللي كانت عندي اجتماعات، فأنا أجل هذه الاجتماعات بعد ما أنا أخلص هذه المهمة الكبيرة واللي كانت يعني أحس أني أنا لازم أسويها، فأخلصها أول اليوم عشان ما أتم أفكر فيها أني أنا ما خلصتها، وأتم لآخر الدوام أني أنا ما خلصتها. أبدأ فيها وأرتاح وبعدين أتفرغ لباقي المهام الثانية. هاي النصيحة يعني أتمنى يعني الكل يجربها ويشوف هل يستفاد منها أو لا. أنا شخصيا وايد حابة هاي الفكرة وايد أتبعها في مجال عملي. نعم دكتورة، دائما نحن مثل ما نقول يعني سعيدين بمشاركتك في برنامج صحة وسعادة، أسلوبك القريب من المستمعين، نصايحك اللي تقدمينها من واقع طبعا خبرتك، من واقع عملك في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند العوضي، شكرا لك على هاي المشاركة الطيبة في برنامج صحة وسعادة، وأتمنى لك يعني إجازة نهاية أسبوع جميلة تقضينها بين الأهل يا رب. إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك دكتورة. أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرت يعني دكتورة هند العوضي، نحن عشان نستعد للشهر الفضيل بطاقة ونستعد له بحيوية، لازم نخطط لهذا الاستعداد. كيف نخطط لهذا الاستعداد؟ إذا كنتم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة تتجهون إلى طبيب الأسرة وللمراكز الصحية الموجودة على امتداد إمارة دبي. كل المراكز الصحية قريبة من البيوت، تقدرون تسوون فحص الدم، تقدرون تسوون فحوصاتكم يعني الشاملة، تتأكدون أنه ما عندكم نقص في أحد المعادن، أحد الفيتامينات، عشان تبدون شهر رمضان بدون صداع، بدون تعب. ونحن بدورنا في برنامج صحة وسعادة بنجيب لكم الدكاترة اللي يكلمونكم ويقولوا لكم أكثر كيف ممكن أن نتفادى الصداع في رمضان، كيف ممكن المريض السكري يعني يجهز نفسه للشهر الفضيل. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله بتكون مواضيعنا متنوعة، وإن شاء الله نقدم لكم دائما مثل ما يقولون المفيد الممتع. وعلى طاري الامتاع، بما أن عندنا 3 دقائق قبل نهاية البرنامج، برجع لموضوع البرقوق اللي يعني وصلتني عليه يعني مثل ما أقول أجوبة عديدة. تكلمنا في بداية البرنامج اللي ما كان معانا في بداية البرنامج عن فوائد فاكهة البرقوق للعظام، وفوائدها طبعا أكثر وأكثر من مجرد فوائدها على العظام. فمن أحد الأجوبة اللي وصلتني، أنا سألت المستمعين قلت لهم شو تسمون البرقوق عندكم، يعني البرقوق اسم الفاكهة هاي باللغة العربية الفصحى. فأحد يعني المستمعين قال، إحدى المستمعات قالت لنا أن نسميها أخت الخوخ. صراحة هالجواب اللي صدق ضحكني، يعني أخت الخوخ، يعني يا خوخ يا أخت الخوخ، كيف ما أعرف. وأيضا أحد المستمعين قال نحن نسميه مشمش، في ناس يقولون لخوخ، ناس مشمش، وفي ناس أيضا قالوا لي أن نحن والله ما نسميها، نسير الجمعية ونأخذه. شو رأيك نور؟ والله العظيم وحدة قالت لي ما أعرف شو اسمها الفاكهة، بس نسير الجمعية ونأخذه وخلاص. يعني هاي تكون ختمة على البرنامج ونهت الموضوع، إذا ما عرفتوا شو اسم الفاكهة سيروا الجمعية وخذوها، بس اسمها مكتوب هناك البرقوق. في
في نهاية برنامجنا أعزائي المستمعين، استمتعت اليوم معاكم ومع مشاركاتكم في برنامج صحة وسعادة، أملين أن نكون دائما خفيفين عليكم ونقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. أعزائي المستمعين، كانت معانا من إذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا المري، وفي الإخراج كان معانا مخرجنا المبدع اللي اشتقنا له نمر محمد، وفي تقديم برنامج صحة وسعادة كنت معاكم آمنة العلي، وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ودمتم دايما في صحة وسعادة. صحة وسعادة.